أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فكما أن شريعة الإسلام امتازت برعاية مصالح الناس وامتازت بالسماحة واليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كما امتازت شريعة الإسلام بهذين الأمرين، وهما رعاية مصالح الناس والسماحة واليسر، امتازت أيضا بأنها شريعة تقوم على العدل، تقوم على الإنصاف، تقوم على المساواة، تقوم على إعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو ظلم. وهذه الفضيلة، فضيلة العدل، تحدث عنها القرآن الكريم في عشرات الآيات، وتحدثت عنها السنة النبوية المطهرة أيضا في أحاديث كثيرة. يكفي أن العدل صفة من صفات الله عز وجل، يكفي ذلك. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أرأيتم عدلا كهذا العدل؟ يكفي أن الله عز وجل أمر رسله جميعا وعلى رأسهم سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزام العدل، بالتزام إعطاء كل ذي حق حقه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويأمر الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتزام هذه الفضيلة في آيات متعددة، منها قوله سبحانه: فلذلك فاد واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. لقد أمر القرآن الكريم أتباعه أن يلتزموا العدل في أقوالهم، فقال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أن يلتزموا العدل في أحكامهم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرهم أن يلتزموا العدل عند الشهادة: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أي أخلصوها لله بأن تكون شهادة عادلة ليس فيها شيء من الزور أو من الكذب أو من الغش. أمرهم بأن يلتزموا العدل عند كتابة الديون. أطول آية في القرآن الكريم افتتحت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين
إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يلتزموا العدل في كل شؤونهم حتى عند الإصلاح بين الناس. أمرنا الله بأن نلتزم العدل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ترى هل اكتفى القرآن بذلك؟ كلا، بل نجد القرآن في مواطن متعددة يأمرنا بالتزام العدل مع الغني ومع الفقير، مع القريب ومع البعيد، مع العدو ومع الصديق. ويكفي قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا تحملكم عداوتكم لبعض الناس، لا تحملكم عداوتكم لبعض الناس أن تقولوا في شأنهم قولا باطلا، أو أن تشهدوا شهادة الزور، أو أن تقولوا قولا هذا القول نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأكدت ذلك تأكيدا تأكيدا لا مزيد عليه، فأمرت بالعدل. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا جانب من حديث القرآن الكريم عن فضيلة العدل، عن فضيلة المساواة، عن فضيلة الإنصاف، عن فضيلة إعطاء كل ذي حق حقه. فبالعدل قامت السماوات والأرض. وقد قالوا في الحكم: لا ملك إلا بالرجال، ولا رجال إلا بالمال، ولا مال إلا بالتعمير، ولا تعمير إلا بالعدل. فالعدل أساس الملك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.